كانت النهاردة هنتكلم على الجزء الثاني من محاضرات الـ GIT Infection. اتكلمنا على السالمونيلا وعلى التشيجيلا في المحاضرة الأولى، والنهاردة في المحاضرة الثانية هنبتدي نتكلم على الشريشيا كولاي أو الإيكولاي. الإيكولاي أصلا من ضمن الأورجانيزمات اللي هي موجودة في الجت of all human and animals. طب إيه الريسكي فود اللي ممكن يعمل لي Infection بالإيكولاي؟ الووتر أو الميلك أو الأندر كوكت فود أو ميت. الانكيبيشن بيريود بتاعتها من 3 ل 4 أيام. أعراضها إيه؟ يبتدي يحصل له انفلاميشن وسيكنس ودايريا. طيب الإشريشيا كولاي بنقول إنها ريسبونسبل من 30 ل 35% of all septicemias، أكتر من 70% من urinary tract infection، ولحالات كتيرة جدا من الانتستينال انفكشن. بتعمل تقريبا approximately 70% of travelers diarrhea. الباثوجينيك سترينز دايما بتعمل لي infantile diarrhea، وبتبقى نسبة المورتاليتي ريت كتيرة جدا بسبب الإيكولاي. وزي ما قلت لكم هي أصلا من الحاجات الكومنسال اللي موجودة في اللارج انتستين، فعشان كده بنقول إنها indicator للفيكال contamination in water. أنواع الإيكولاي عندي انتيرو توكسيجينيك، انتيرو انفيسيف، انتيرو باثوجينيك، انتيرو اجريجيتيف، اند انتيرو هيموراجيك. أول نوع عندي اللي هو الانتيرو توكسيجينيك، بنقول إن هو أدهير للإنتستينال ميوكوزا بايفيمبريا. لما بيحصل له أدهيرنس بيبتدي يطلع الانتيرو توكسين بتاعته. إزاي بيطلع الانتيرو توكسين؟ لما بيكتسب البلازميد، والبلازميد ده حامل للجين اللي بيطلع بيها الانتيروتوكسين. بيعمل ايه؟ بيعمل ليكج للانتستينال ابيثيليال سيلز، يوم يحصل لوس اوف الكترولايت اند ووتر. بيعمل لي حاجه اسمها ترافلرز دايريا او وينينج دايريا. ليه سميناها ترافلرز دايريا؟ لان دايما الاشخاص اللي بيجوا من الديفلوبد كونتريز اللي هي الدول المتقدمه، بنقول ان هم لما يروحوا انديميك اريز هم دايما بيجي لهم الاعراض بتاعه الايكولاي تيروتوكسيجينيك سترينز. انديميك في الديفلوبينج كانتريز، موجود في الدول اللي هي في التروبيكس وكل الايج جروبس. اعراضه بتتدرج من مايلد ووتر دايريا الى فيتال ديسيز زي الكوليرا بالظبط. طيب الباثوجينيسيس بتاعت الانتيروتوكسوجينيك سترين عندي حاجتين. اول حاجه زي ما بنقول دايما ضروري يحصل اول كولونايزيشن او ادهيرنس، وبعد الادهيرنس يحصل كولونايزيشن. هيحصل ازاي؟ عن طريق الفيمبريا او عن طريق الكولونايزنج فاكتور انتيجنز. دول الحاجات اللي على اساسها بيحصل كولونايزيشن او بيمسك في الجدار بتاع الانتست. تاني حاجة عندي البيولوجينيك انتيروتوكسين، ده بيكون لابايل توكسين اند اور ستيبل توكسين. الانتيروتوكسيجينيك سترين هتبتدي تطلع لي لابايل او الستيبل توكسينز، وبيعمل لي دايريا في الانفانتس اند ترافلرز. الاتنين زي ما قلنا ان هما بلازميد انكودد، يعني اذا ضروري الايكولاي تكتسبها عن طريق البلازميد. كده عندي الانتيرو انفيسيف. انفيسيف يعني ايه؟ يعني يخترق بينتريت اند مالتي بلاي وذن ابيثيليال سيلز، بيخترق الابيثيليال سيلز. ليه سموه انتيرو انفيسيف؟ لانه هاف ذا كاباسيتي تو انفيد الانترستيتشال ابيثيليال سيلز، عنده القدره انه يخترق الانترستيتشال ابيثيليال سيلز. الانتيرو انفيسيف سيلز انفيد الانتستينال ابيثيليال سيلز، وبيبتدي يعمل لايز للفاجوسوم الباكيول، وبيعمل سبريد خلال السيتوبلازم اند انفكت ادجيسنت سيل، زي بالظبط الشيجيلا ما بتعمل قلناها في المحاضره اللي فاتت. كلينيكالي الانتيرو انفيسيف بالظبط بيشبه الشيجيلا. يبقى احنا قلنا الانتيرو توكسوجينيك بيشبه الكوليرا، انتيرو انفيسيف بيشبه الشيجيلا، رانجينج برضه من شويه دايريا لديزنتري. عارفين كلمة ديزنتري معناها ميوكس وبلاد، وممكن يعمل سيفير انفلاميشن اند فيفر.
انتيرو باثوجينيك، ادي تالت نوع اللي هي بنقول ان هو مودريت انفيسيف. مودريت يعني هو ما هوش انفيسيف زي الشيجيلا مثلا. بيدخل برضه على المايكرو فيلاي وادهير بتوين البكتيريا اند ابيثيليال سيلز. هنا بقى ما بيطلعش توكسنز، لا بيطلع لا بايل توكسن ولا ستيبل توكسن. هنا بقى بنقول ان يوجوالي الانفانتايل دايريا او الووتري دايريا بالظبط شبه الانتيروتوكسوجينيك، معاها شوية انفلاميشن. هنا ما فيش فيفر، هنا دايما نتيجة الإسهال أو الحالة اللي بتظهر نتيجة للإنفيجن أكتر من التوكسينز اللي هو بيطلع. انتيرو أجريجيتيف إيكولاي دايما بيبقى اسوشيتد ببرزيستنت دايريا، مهما خد العلاج اليونج تشيلدرن بيفضل برضو عنده الدايريا بس وزاوت انفلاميشن ومن غير فيفر بالذات في الديفلوبينج كانتري. الانتيرو هيموراجيك ايكولاي ده بقى اصعب حاجه. ليه؟ لان هو بيختلف من مايل دايريا شويه اسهال بسيط لفيتال هيموراجيك كولايتس. تبص تلاقي العيان جاي لك باسهال دموي، اسهال دموي هيموراجيك كولايتس اند هيموراجيك يوريميك سندروم بارتيكولارلي في الاطفال الصغيرين او في العواجيز. البرايمري تارجت بتاعه في الفاسكولار اندوثيليال سيلز، الفاسكولار اندوثيليال سيلز. الديسيز ده دايما بيبقى سبورادك او في اوت بريك، يعني يا اما يبقى حالات منفرده كده لوحدها او بيحصل اوت بريك مره واحده. بيغير اللايف ستايل اند ايتنج هابتس بتاعت الناس دي. الانتيرو هيموراجيك ايكولاي بيعمل لي سيفير جاسترو انتستينال ديستريس. طبعا زي ما قلنا ان هو بيعمل هيموراجيك كولايتس وبيعمل كرامبي ابدومينال بين، بيعمل مغص جامد ووتري دياريه، الدياريه بتاعته بتبقى ووتري او بلازي دياريه. الهيموراجيك كولايتس بنقول ان هو ابدومينال كرامبس، بطنه بتمغص جامد، بلاد ستولز تلاقي البراز بتاعه كله دم ويز مينور اور نو فيفر، لدرجة إنه بيدخل في رينال انجر، تبتدي الكلى عنده أو الجهاز البولي يبتدي يتأثر بيه ويعمل لي حاجة اسمها ثرومبوسايتوبينيا، يعني بنلاقي عدد البليتلز بتاعته قليلة جدا. مايكرو أنجيوباثيك هيموليتيك أنيميا لما بيتكسر الأر بي سيز نتيجة للنارونج أو الأوبستراكشن بتاعت السمول بلاد فيسلز. طبعا الانتيرو هيموراجيك إيكولاي يعتبروا من أكتر الحاجات الدنجرس في الانتريك باثوجينز. الانتيرو هيموراجيك ايكولاي زي ما قلنا ان هو بيكون مودريت انفيزيف، بيطلع حاجة اسمها شيجاتوكسين لكنها ليست لابايل توكسين ولا ستيبل توكسين. بيعمل هيموراجيك كولايتس وانتنس انفلاماتوري ريسبونس، وزي ما قلنا بيعمل هيموليتيك يورين. البيدياتريك دايريا كوزد باي ذيس درينك كان بي فيتال، هو هيموت الطفل هنا بقى من ايه؟ خلي بالك بيموت من الاكيوت كيدني فيل، بيموت من الفشل الكلوي هيموليتيك يوريميك سيندروم. بعد كده يبقى احنا كده خلصنا الاشريشيا كولاي. عندي بعد كده في الباسيلا سيريس. الباسيلا سيريس السورس بتاعها بيكون سويل في التربه. الريسك فود هنا الفرايد رايس، الرز، اورجانيزم او سبورز اور اتس توكس. كيبيشن بيريد بتاعته من 1 لـ5 ساعات والسيمتومز نوزيا وفوميتنج وسيكنس ودايريا. طب شكلها ايه بقى الباسيلا السيريس دي؟ قلنا انها جرام بوزيتيف، خلي بالك بقى ان هنا دخلنا في الجرام بوزيتيف. ريكتانجولار باسيلاي تبقى زي المستطيلات كده، ارانجد ان ستين ونون تشين ونمو طيب، بتبقى كابسوليتد واحيانا بتعمل سبورز. هنا السبورز بقى بتبقى سنترال واوفال ونوت بلشنج، يعني هتلاقي ايه تبقى عامله زي القالب التوب كده. جرو ويل على اوردينر ميديا، اي ميديا بتنمو عليه. فاكولتيتيف انيروب، والانكيبيشن تمبريتشر بتاعتها 37 والانكيبيشن تايم بتاعها من 24 ل 48 ساعه. تنمو على ايه؟ يا اما على النيوترنت اجار، كورنز هنا بتلاقيها لونها وايت، ويفي مارجن وبروجكشن، نسميها ميديوزا هيد
بنسمي دي ميدوزا هيد على البلاد اجار، بنقول ان هنا الكورنز ار نون هيموليتك، ما بتعملش هيموليسيس. طب على الجيلاتين اجار وجروس، شو انفيرتد فاير تري، عارفين شجره عيد الميلاد بالظبط بس بتبقى مقلوبه. ليه؟ لان هو بيحتاج للاكسجين، فالنمو كل ما بيبقى في القاع بيبقى اقل، وكل ما بيطلع للسطح اكتر بيكبر اكتر، فبيدي شكل الفاير تري اللي هي شجره عيد الميلاد، بحيث ان يبقى اللي في القاع تحت البوينتد ويطلع على اعرض، بيدينا زي شجره عيد الميلاد. المود اوف انفكشن، احنا بنقول ان ده بيسمم مرض الانثراكس، بنسميه ده زونوتيك ديسيز، من الامراض التي تنتقل عن طريق الحيوانات. الهيومنز انفكتد ازاي؟ عن طريق كونتاكت مع انفكتد انيمال او كونتاكت ويز انيمال برودكتس. ادي شكل الاورجانيزم بالميكروسكوب العادي، زي ما انتم شايفين السبور اللي هي البيضاويه اللي جوه، والقالب الطوب الكبير ده هو ده الاورجانيزم بيتحوصل، بس هنا السبور نوت بلجنج واوفال وبتكون في السنتر. الباسيليا سيرياس از نورمال انهابيتانت اوف سويل، احنا قلنا انها موجوده اصلا في التربه، وبت ايزوليتد فروم فودز، ممكن نلاقيها في الاطعمه. الباسيليا سيرياس ديبوزيتس سبورز ان فود، بتحط السبورز بتاعتها او التحوصلات بتاعتها في الغذاء، وبتعمل جيرمينيت يعني تتحول للجنريتيف فورم في الفود، وبيجين تعمل التوكسين بتاعتها، تبتدي تطلع ريليزنج زير توكسين. طيب ايه بقى بيحصل منها؟ ايه بيحصل؟ دياريا سندروم، يحصل له دياريا، وبيحصل له ايميتك سندروم، يحصل له ترجيع اميزز يعني قيء ميل للقيء. طب النون جاسترو انتستينال انفكشن، يا اما لوكال بيحصل ووند بوست اوبرتيف او بيرنز او ابسس، لو حصل لوكال، او يحصل للعينين، يحصل له كونجكتيفايتس او كيراتايتس او اندوفثالمايتس. سيستميك، ايوه ممكن يحصل سيبتسيميا او اندوكاردايتس. ادي الجي اي انفكشن اهو، ادي واحد عنده اسهال واحد بيرجع. الدياريال سندروم، بنقول أغلبية الغذاء المتعم هو الميت والفيجيتابلز، اللحوم والخضروات. الكيبيشن بتاعتها بتبقى أكتر من 6 ساعات. طب أعراضها إيه؟ زي ما قلنا إنها دياريا، إسهال، نوزيا، ميل للقيء، أبدومينال كرامبس، مقصف بطني. الكيبيشن بتاعتها من 20 ل 30 ساعة، والتوكسين هنا هي لاباي. أدي الباسيلا السيريس، هتبص تلاقي السبورز كونتامينيت، ده بيعمل رز اهو، الرز ده كونتامينيت بالسبورز، اول ما يبتدي يسخن طبعا ما بيوصلش درجة الغليان، لكن درجة التسخين بتخليه يتحول او يتحول لفيجيتيف فورم، يبتدي يعمل يختلط مع الغذاء، ولما يحصل له انجشن يبتدي يطلع التوكسين بتاعه، وبيعمل فوميتنج ودايريا، و بعد الغذاء ب2 ل4 ساعات. الانفكتوس دوز بتاعته بتبقى تقريبا من 200 ل10^9 سل من البكتيريا عشان تقدر تعمل لي فود بويزنج. بعد كده عندي كلوستريديوم بوتولينا. كلوستريديوم بوتولينا دي نوع من انواع الكلوستريديوم اللي هي الانايروبيك اورجانيزم، دي دايما بنشوفها في شم النسيم. ليه؟ لان الفسيخ زي ما عارفين انه بيبقى انايروبيك، ان احنا بناخد ملح ونلف الفسيخ جامد ونخليه بعيد عن الهواء فترات طويله، فبالتالي لو حصل كونتامينيشن بكلوستريديوم بوتولينا بيقدر ان هو اول ما يدخل الجسم يطلع التوكسينز بتاعته، بس هنا بقى ما فيش لا فوميتنج ولا دائرية، لا في هنا عندي نيوروتوكسين. يعني ايه نيوروتوكسين؟ يعني بيحصل له شلل في عضلاته، فبالتالي ده مرض مميت. كولوستريديوم بوتولينا بنقول ان هو انايروبيك، يعني ما بيحتاجش الهواء خالص، وان هو جرام بوزيتيف سبور فورمينج روتس، ده جرام بوزيتيف وبيبقى بيعمل سبورز.
الريسرفوار بتاعه السويل او الدست، بينتقل عن طريق الفود بورن، بياكل واحد بياكل اكل ملوث او علب الطعام المغلقه. علب الطعام المغلقه لما بتكون اكسبايرد او بيكون عدى وقتها، تبص تلاقي العلبه بلجنج كده من فوق الفوهه بتاعتها، تعرف ان العلبه دي كونتامينيتد وضروري تتخلص منها. ادي هو البوتينيز برنسبل تايب اللي هو الاي توكسين، من غالبا من الحاجات العلب المحفوظه اهو زي ما انتم شايفين، برطمانات مخلل، علب محفوظه، الفسيخ اكتر حاجه بتعمل كونتامينيشن بالبوتشيز. السبورز هنا موجوده في السويل والدست، جرمينات في المويز، وبعد كده بتروح على النون اسيدك اند انايروبيك كونديشن. البوتولينوم توكسين ده عباره عن مجموعه من 7 مختلفين تايب A لبي، هم دول الموست كومن. بيتعرفوا ازاي؟ بالبروفاج اللي هو اللايزوجينايزد كلوستريديوم بوتولين، ده هايلي توكسيك وهيت لابايل. بيعمل ايه؟ التوكسين ده ابسوربد من الجلد، بيتاخد من الجلد ويروح عن طريق البلاد، يروح للبريفرال نيرف سينابس. لما بيحصل وبيوصل للمسل نيرف بيعمل بلوك ريليز للاستايل كولين، بلوك ريليز للاستايل كولين، يقوم يحصل فلاكيد باراليسيس زي ما انتم شايفين اهو. ادي كلوستريديوم بوتولينوم اهو زي ما انتم شايفين، بلوك الاسيتايل كولين ريليز، يقوم يفضل العضله في حاله باراليسيس. ادي رسمه ثانيه كمان اهي اهي، ادي بين النيور والمصر، هتبص تلاقي قفل ما يطلعش الاسيتايل كولين، فبالتالي بتفضل العضله في باراليسيس. ايه المشكله اللي بتقابلنا هنا؟ ان هنا ممكن يحصل له ريسبيراتوري ماسل باراليسيس، يعني بص تلاقيه مش عارف ياخد نفسه، مش عارف ياخد نفسه ليه؟ نتيجه الباراليسيس بتاع ريسبيراتوري ماسل. طيب بالنسبه للاطفال اكتر حاجه بيحصل معاها مشكله هي الهن او العسل. العسل لو اديته الطفل قبل ما يكون عنده على الاقل 3 سنين ممكن بيحصل له كولوستريديوم بوتولينوم ويحصل له مرض البوتوليزم. تبص تلاقي الطفل جاي مفيش اي عضلات عنده، وبيبدأ غالبا ما بيموتوا من الريسبيراتوري فيلير. يبقى انا دلوقتي عندي بالنسبه للكولوستريديوم بوتولينوم بنقول ان هو بالنسبه للادلت، للناس الكبار، ان هو بيبقى دايما جاي له عن طريق ان هو اكل كان فود، علب مقفوله، او مثلا جرين فود او سموك فيه زي ما قلنا الفسيخ، او العلب الاكل المحفوظه وتكون اكسباير وعد على وقتها. بالنسبه للاطفال ان اكتر حاجه الهن اللي هو العسل. السيمتومز هنا في الادب بنقول في ويكنس، يحس العيان ان هو بضعف عام، وديزنس، يعني ايه ديزنس؟ يعني هو عينيه مش شايف كويس، حاجه قدامه مش واضحه، وفلاكت باراليسيس، وممكن يحصل له دياريا، او مش ممكن، مش يعني ده مش من مين سيمتوم بتاعته ان يحصل له دياريا. بالنسبه للاطفال يحصل له فلاكت باراليسيس، فلاكت باراليسيس يعني شلل تام، تلاقي عينيه بيبص لبعض، مش عارف يبلع، ديسفاجيا، ويك فيدنج، مش عارف يرضع كويس ولا عارف يعيط، وممكن يعمل ريسبيراتوري ارست. طيب هتلاقي هنا التوكسين موجود فين؟ هتلاقيه في الوجبه اللي تناولها او في السيرم بتاعه. طب بالنسبه للاطفال هتلاقيه في الاسطول، في البراز بتاعه، او في السيرم. هنا التريتمنت في الادلت ضروري ريسبيراتوري سبورت، ضروري اظبط له الاكسجين بتاعه وبديله الانتي توكسين. بالنسبه للاطفال اهم حاجه احطه على مونيتور علشان اشوف الريسبيراتوري ماسل بتاعته اخبارها ايه.
تمنعه ازاي؟ تمنعه في الكبار ان انت ما تاكلش اكل يكون عدى عليه وقت، او تسخن اي كان، ما تاكلش حاجة علب مقفولة من غير ما تغليها. بالنسبة للأطفال نو هاني، ما فيش محدش ياكل عسل قبل السنة الأولى من حياته. تاني حاجة عندي كلوستريديم بيرفرنجس. ايه الكلوستريديم بيرفرنجس ده؟ موجود في الانفيرونمنت، موجود في التراب او موجود في الانفيرونمنت. ايه الريسك فود؟ اللحمة او ري هيتد جرافس. الانكيبيشن بيريود بتاعته من 12 ل 48 ساعة. ايه السيمبتومز؟ نوزيا وبين وديريا. ايه الديستنكشن فيتشر بتاعته؟ زي ما قلنا ان هو لارج جرام بوزيتيف، سبور فورمينج، انايروبيك اللي هو بيعمل لي ستورمي فيرمنتيشن الميل. ولو زرعته على بلاد اجار هتلاقي فيه دبل زون اوف هيموليسيس. ايه الريسيرفوار بتاعه؟ السويل والهيومن كولون. ترانسميشن طبعا عن طريق الامبلانتيشن او عن طريق التروماتيك امبلانتيشن. الباثوجينيسيس زي ما قلنا ان السبورز بتتحول الى فيجيتيتيف فورم لما بتلاقي الاجواء كويسه. اول ما بتتحول للفيجيتيتيف فورم تبتدي تطلع الالفا توكسين. الفا توكسين ده عباره عن ليسيسينيز. الليسيسينيز ده بيعمل ديستربت للممبرينز وبيعمل دامج للار بي سيز، بيعمل دامج للار بي سيز والبليتلتس والوايت بلاد سيلز، يوم يعمل ماس في هيموليسيس وتيشو ديستراكشن. بيعمل لي حاجة اسمها النجلر رياكشن، ده هتشوفوه في العملي. هنبص نلاقي لو اي بليت احنا حاطين على الميديا بتاعته اج يوك، هتبص تلاقي فيها حصل له اوباستي. اوباستي ليه؟ لان الليسيسينيز بتكسر ال بتعمل ديستراكشن للاندوثيليال سيلز. الانتيريو توكسين اللي بروديوست في الانتستين بتعمل لي فود بويزن. زي ما انتم شايفين هنا اهو، ادي على البلاد اجار عامل دبل زون. دبل زون يعني ايه؟ يعني هتلاقي منطقة كلير زون وراها منطقة incomplete hemolysis. وفي الصورة التانية اللي هي النجلر رياكشن اللي هي زي ما قلت لك opacity في الميديا اللي فيها الايج يوك. زي ما انتم شايفين صورة كمان اهي، ادي النجلر رياكشن وادي الدبل زون وادي الستورم رياكشن. بعد كده عندي الكامبيلوباكتر جيجيناي. ايه الكامبيلوباكتر جيجيناي؟ دي مجموعة من مجموعات الجرام نيجاتيف اورجانيزم. بتيجي عن طريق ايه؟ عن طريق الاكل، اللحوم اللي مش مستوية كويس، او الرو ميت اند بولتري، او اكل الفراخ اللي مش مستوية كويس. الانكيبيشن بيريود بتاعها من 3 ل 5 ايام. ايه السيمبتومز بتاعتها؟ سخونة، فيفر، سيدير بين اند دايريا. وبيحصل كمان حاجة اسمها جيليان باري سيندروم، ده بولينيورايتس يعني التهاب في اعصابه بعد العدوى بهذا بعد كده عندي جينس كامبيلوباكتر. كامبيلوباكتر بنقول انها جرام نيجاتيف كيرفيد رودز. كيرفيد يعني مش ستريت، هي بس اللاي ولكنها كيرفيد. وسبولا فلاجيلا، عندها من الجهتين فلاجيلا، من الناحيتين منها في فلاجيلا. اهم ما يميزها انها اوكسيديز بوزيتيف وانها مايكرو ايوفيليك. واهم اورجانيزم فيها اللي هو كامبيلوباكتر جيجيناي. الكامبيلوباكتر جيجيناي بنقول له مايكرو اورفيليك، واهم ما يميزه انه جرو ويل ات 42 ديجري، عند درجه حراره 42. بينمو على ايه؟ سيلكتيف ميديا اللي هو السكيروس او الكامبي ميديا. بيعيش فين؟ في الانتستينال تراكت بتاعت الهيومن او الكاتل او الشيب او الدوجز، وبالذات في البولتري في الدواجن، بالذات في الدواجن. يبقى الترانسميشن بتاعه بيكون فيكو اورال برايمري فروم
بارت فروم الدوائر. باثوجينيسيس بنقول ان هو باقل كميه اورجانيزمات لو انفكتوس دوز بينفيد الميوكوزا بتاعت الكولون وبيعمل ديستروينج للميوكوزا السيرفس، بنسميها انفلاماتوري دايري. من يعني رير جدا انه يعمل بينيتريت ويدخل للبلاد ستريم يعمل سيبتسي. بيعمل ايه الديسيز اللي بيعمله؟ اللي هو جاسترو انترايتس. جاسترو انترايتس وبنقول ان هو ده من اكتر الحاجات اللي بيعملها. بتبص تلاقي المريض 10 اور مور ستولز بير داي واغلبيته بيكون بلاد في دم، ومعاه ابدومينال بين ومعاه فيفر ومليز ونوزيا وفوميتنج، وهو عموما سيلف ليميتنج يعني بعد وقت بيكون خلص من غير حتى لو ما كانش المريض علاج، هو بيبقى سيلف ليميتنج ويخلص على طول. الدياجنوزس بتاعه يا اما بعينه الاستول ونعمل سمير كده ونشوفها على طول بالميكروسكوب، هنشوف اللي هو الجالوينج اللي هي عباره عن كيرفت اورجانيزم وفي فلاجيلا من الجهتين. كلتشر هننميه على ايه؟ على سكيروز ميدجي. طب نعرف نعمله ايدنتيفيكيشن بايه؟ بالكاتاليز وبالاوكسيديز تيست. تاني واحد عندي اللي هو الليستيريا، الليستيريا مونوسايتوجينز. الليستيريا دي موجوده اصلا في الانفيرونمنت. ايه هي الفود اللي اكتر حاجه بتنقلها؟ السوفت شيز، الجبن، نوع معين من الجبن، الباتي، الدواجن، الفروزن برودكتس. اعراضها ايه؟ فيبر وهيديك وسبتسيميا واحيانا بتوصل للمننجايتس. يبقى انا عندي برضو بذكرك كده تذكره بسيطه ان هو ان انواع الفود بويزنج يا اما ان بيحصل فود انفكشن يعني ان الفود جواه الاورجانيزم، يا اما فود انتوكسيكيشن. انتوكسيكيشن يعني ان البكتيريا دخلت الفود وثابت الاكزوتوكسين بتاعها، اللي هو حتى لو البكتيريا مش موجودة لكن التوكسين بتاع البكتيريا موجود في هذا الفود. بنقدر بقى نقسمهم زي ما قلنا ان هو يا اما فود انفكشن يا اما فود انتوكسيكيشن. هنا بقى لستة للأورجانيزمات اللي ممكن تعمل لي الجاستروانتستينال انفكشن، بدءا من ستافيلوكوكس اوريوس، سالمونيلا، ايكولاي، كامبيلوباكتر جيجونايت، اند باسيلا سيريس، وكلوستريديم بوتشولينا، كلوستريديم بيرفرنجيز، والستيريا مونوسايتوجينز. يبقى كده اغلبية الحاجات دي بتعمل لي فود بويزن. طيب ايه بقى الووتر بورن ديزيز؟ بنقول عندي الووتر بورن ديزيز يا اما انفكتشوس زي الكوليرا والتيفويد والاميبيك والباسيلاري ديزنتري والدياريال ديزيز، او ووتر ووش ديزيز مثلا ميه مش نظيفه زي اللي بتعمل السكيبس، جرب تراكوما بتعمل التهاب في العين، الفلي واللايس والتيك بورن ديزيز، او ووتر بيز ديزيز زي مثلا بلهارسيا تيجي نتيجة للاستحمام في مية مش نظيفة، أو water related insect vector disease يعني الناموس ده بيعيش في برك المية وبالتالي بينقل الأمراض، فبيعتبر إن الووتر هنا سبب من أسباب نقل الأمراض. عندي بقى الـ oral transmitted waterborne pathogens اللي هو الحاجات اللي بناخدها بالبق، دي الليستة اللي احنا بنقول كامبيلوباكتر، ايكولاي، ليجيونيلا، سالمونيلا، شيجيلا، فيبريو، كل دول احنا درسناهم واحنا بنشتغل، واليارسينيا والسودوموناس، او الفيروس زي الادينوفيروس، انتيرو اللي هو البوليو، هيباتيتس اي، هيباتيتس اي، النوزو فيروس والروتا فيروس، كل الحاجات دي بتعمل لي دايما. طب ايه الميلك بورن ديزيز؟ الميلك بورن اللي هو بينتقل عن طريق اللبن، عن طريق اللبن، كان بي سبريد ايزر دايركتلي من الانديفيدوال او اندايركتلي ثرو اير او بوليوتد ووتر. فبنقسمه لنوعين، الكوزيتيف اورجانيزم هنا اكتوالي انفكت ذا كاو، البقره اصلا او الجاموسه او البهيمه اللي هناخد منها اللبن هي اصلا مريضه وبينزل الاورجانيزم في اللبن ده from animal to human. لكن لما بيبقى اللبن contaminated من ايد
الإنسان نفسه، ويعني بعد ما بياخدوه من الحيوان إيده نفسها مش نظيفة أو الكونتينر مش نظيف، فبنقول ده human to human through meal. اللي من animal للhuman أهمهم الضرر، tuberculosis والبروسيلوزيس والستريبتوكوكال انفكشن، سالمونيلوزيس، كيو فيفر، الفوت اند ماوس ديسيز، ذا فيروس، انثراكس، الليبتوسبايروزيس والكاو بوكس ديسيز. كل الامراض دي بتنتقل من الحيوان الى الانسان. طب اللي من الانسان للانسان عن طريق الميلك زي ما قلنا قبل كده، التيفويد والباراتيفويد، شيجيلا او الكوليرا، او الانتيروباثوجينيك ايكولاي، او الدفتيريا، التوبركلوزيس، الفيرال هيباتيتس والانتيرو فيروس. ايه اسباب اللي ممكن تعمل لي ترافيلرز دايريا؟ عندنا الايكولاي، شيجيلا، كامبيلوباكتر، السالمونيلا، والنان كوليرا فيبر. طيب في بعد كده عندي less common microbiological causes، في بعض الاسباب بتكون بسيطه جدا زي الفيبريو، فيبريو كوليرا، الباراهيموليتيكس والفالميكس. وعندي اليرسينيا اللي هي بتبقى البورك، بتبقى عن طريق خنازير كولد انريتشمنت، او الفنجل او الروتا فيروس. هنتكلم ببساطه كده عن الفيبريو كوليرا اللي هو المسببه لمرض الكوليرا. بنقول ان فيبريو كوليرا جرام نيجاتيف كيرفد روت ويز بولر فلاجيل. اهم حاجه له تميزه الاوكسيديز بوزيتيف وجروس اون الكالاين تي سي بي. وزي ما قلنا ان اهم سبيشيز في الميديكال امبورتنس في الكوليرا عندي فيبريو كوليرا، فيبريو باراهيموليتيكس، والفيبريو الفينيفيكس. ادي الكوليرا اهي، هنشوف تعمل ايه. قلنا ان هو مرض مهم جدا، بيبتدي او كاركترستيك بان هو يعمل فوميتنج وسيفير دايريا. الدايريا بتاعته شكلها زي الرايس ووتر دايريا، زي ميه الرز، بيبقى سيفير وسيفير فوميتنج. وبنقول ان هو بيبقى اكيوت ونتيجه الانفكشن اوف ذا انتستين. طب اللابوراتوري دايجنوز بتاعه بنقول ان هو جرام نيجاتيف كوما شيبد باسيلاي شوتينج، لانها في جهه واحده عامله زي الكرباج، عامله زي الكرباج. نان سبورينج، نان كابسوليت، زي ما احنا شايفين على البلاد اجار، نان هيموليتيك على الاجار العادي، دايما بريفير الالكالاين ميديا على السيلكتيف ميديا. لو تي سي بي اس يبقى لونه اخضر بيتحول الى اللون الاصفر. في عندي بعد كده البايوكيميكال تيست، اوكسيديز بوزيتيف وكاتاليز بوزيتيف. ادي البايوكيميكال رياكشن بتاعه، فيرمنت جلوكوز والسكروز والمالنايت والمالتوز ويز اسيد اونلي، ما بيطلعش معاه جاز. في حاجة بالكاركترستيك له اللي هو كولر ريد رياكشن، ان احنا بعد التيست بتروح على نقط السلفوريك اسيد تبص تلاقي عمل ريد رينج، بنسمي التيست ده كولر ريد رياكشن، وهو نيتريت ريدكشن بوزيتيف. زي ما قلنا لو احنا شفنا الكوليرا، الفيبريو كوليرا بتعمل شوتينج ستار، يعني احنا لو خدنا سمير من العينه وشفناها تحت الميكروسكوب هتلاقيها عامله زي الكرباج اما بيضرب كده. الريسيرفوار بتاعه الهيومن كون، ومفيش كارير. الهيومن كارج بقى ممكن تفضل افضل انتريتد انفكشن فور مانثز افتر انفكشن. البيرمننت كارير از ستيت از ريل، اللي يفضل بيرمننت كارير دي حاله نادره جدا. زي ما قلنا ترانسميشن فيكو اورال، من الاسطول للاورال، يا اما دايركت يا اما عن طريق الدبان او عن طريق الايدين الملوثه او عن طريق الزرع يكون مش مسئي بميه المجاري، يعني ايا كان طريقه الترانسميشن. عندي خمس طرق اللي هي الفود والفينجر فلايز والفلسز والفومايز. ادي الفود، ادي الفينجر، ادي الفلايز. وبنقول ان الكوليرا من الحاجات اللي بيحصل معاها
دس ما بيستحملش من الديهايدريشن. زي ما بنقول epidemiological trial ثلاث حاجات عشان يحصل epidemiology: الايجنت اللي هو الاورجانيزم اللي هو الكوليرا، الهوست اللي هو الانسان all ages both sexes، والانفيرونمنت عن طريق contaminated water or food. زي ما انتم شايفين اهو poor environment sanitation، طبعا البيئه قذره جدا، contaminated water برضو الميه مش نظيفه، contaminated food الدبان واقف على الاكل، human habits favoring soil and water pollution اللي بيفضوا فضلات المصانع وفضلات المجاري في ميه الشرب وميه الترع، poor personal hygiene والبور كواليتي اوف لايف واللاك اوف ايدوكيشن. في عندي اذر اورجانيزم اللي هو كلوستريديوم ديفيسيل اللي بنسميه انتي بايوتيك اسوشيتد دايريا، ده لما بيستخدموا انتي مايكروبيال بكميات كبيره او لفترات طويله زي كليندامايسين او الكينيرونز او الكيفالوسبورينز. زي ما احنا عارفين ان الانتستينال فلورا دي بتنفع الانسان، فبيحصل ان الانتستينال فلورا بتموت، يحصل upper hand mean للكولوستريوم ديفيسيل اللي هي resistant للانتيبيوتكس دي، تبتدي تطلع التوكسينز بتاعها اللي هو الاي والبي اللي هو الانتيلوتوكسيجينيك والسيتوتوكسيك افكتس، تقوم تعمل لي سيفير كولايتس. سيفير كولايتس يعني يحصل انفلاميشن للكولون with or without سودو امبرين. الكولوستريوم ديفيسيل زي ما بنقول ريسرفوار الهيومن كولون او الجاستروانتستينال تراك ترانسميشن، لان هي اصلا نورمال هابيتات في اللارج انتستين. زي ما قلنا عندنا تو توكسين، توكسين اي وتوكسين بي، وهم دول اللي بيعملوا انتيبيوتيك اسوشيتد دايريا او كولايتس او سودو ممبرينس كولايتس. بيحصل disturbance أو disruption للنورمال colonic flora، زي ما قلنا النورمال flora بتبقى sensitive للانتيبيوتكس دي فبيقضي عليها، ويبتدي يحصل colonization للكلوستريوم ديفيسيل ويطلع التوكسين A وال B. ادي اللايف سايكل بتاعتها زي ما احنا شايفين. برضو ادي ال chain of infection، ادي ال infectious agent، هتروح للبويل تعمل contaminated environment، بعد كده contact transmission from contaminated hand أو equipment أو environment في oral، وبعد كده بيحصل واحد بيعمل عملية أو weakened immunity بتحصل infection. يبقى دايما بعد زي ما قلنا استخدام مضادات حيوية فترات طويلة، ال intestinal normal flora بتقل، ال colonization للكلوستريوم ديفيسيل بتحصل، فيبتدي يطلع انتيروتوكسين سكريتد وسودو ممبرينس كولايتس. طب قلنا ازاي الموضوع ده؟ طبعا هاند ووشينج، طبعا نغسل ايدينا على طول، كونتاكت بريكوشنز المفروض ان انت ما تمسكش حد بالايد او عن طريق التنظيف ثرو كليننج. ادي شكل السودو ممبرينس كولايتس. النوزوكوميال ديسيز and is the most frequent cause of diarrhea in hospitalized patients، ده من أهم أنواع الدياريه اللي بتحصل في الناس اللي hospitalized في المستشفى. اللابوراتوري دياجنوزيس بنعمل ايه؟ بناخد العينة اللي هي الستول، طبعا الأول history clinical picture، وبنشوف تاخد العينة ستول أو ممكن الفوميتاس القيء، ممكن نلاقي white blood cells وممكن نلاقي فيه parasite examination ونعمل لها culture، أو ممكن method of choice هنا نحن نعمل إليزا ونلاقي التوكسين موجود في الستول، أو النيوكليك أسيد amplification أو الريال تايم بي سي آر أو اللوب ميديتد ايزوثيرمال amplification test.
التريتمنت موست كيز اوف فود بويزنج اند انفكتشوز دايريا والريسولف سبونتينس بيخفوا من غير اي حاجه جاست مانج ويز فلويد اند الكترولايت. هتدي تظبط له الفلويد والالكترولايت عشان الديهايدريشن اللي حصلت. طب الانتي بايوتكس ار يوزد اف هنستخدم انتي بايوتيك امتى؟ لو لقينا فيه بلاد في الاسطول او لقينا فيه فيفر. عشان تاخد قرار انك انت تستخدم انتي بايوتيك يبقى ضروري تعمل له ستول كالتشر، واحسن حاجه طبعا اللي هو سيبروفلوكساسين زائد الميترونيدازول. بالنسبه للكوستريم ديفيسيل عشان هي انايروبيك بنستخدم الميترونيدازول او الاورال فانكومايسين.